السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، مباشرة من ولاد مطاعه الغربية بمدينة تمارة، جديد ملف قاطني دور الصفيح. الساعة تشير إلى 9 صباحا، أشغال بدأت مبكرا، وغادي نواكب معكم الأمور لحظة بلحظة فين وصلت عملية الهدم وآخر المستجدات. خليكم معنا، مجموعة من المعطيات غادي تعرفوها معنا مباشرة من ولاد مطاعه الغربية. كما كنشوفوا السيدة القائدة حاضرة في المكان، وكذلك كنشوفوا عون السلطة حنين اللي داخل وسط عملية الهدم وكيقرب السيدة القائدة واللجنة من آخر المستجدات ديال عملية الهدم. كما كتشوفوا معنا هنايا تعليمات من السيدة القائدة على أنه شي حائط خاصو يهرب، يعني كما كتوضح الصورة هنا عملية الهدم مستمرة. خليكم معنا. كما كتشوفوا معنا متشبعين الكرام، عملية الهدم بدات من ساعات مبكرة. صراحة انضباط كبير في عملية الهدم مباشرة من دوار ولاد مطاع الغربية بمدينة تمارة. كما كنشوفوا السيدة القائدة، اعوان السلطة، القوات المساعدة، كل شيء حاضر. يعني الناس ديال اللجنة كذلك، كل شيء واقف على عملية الهدم. الله يسخر الأمور. بعد ما كتكمل عملية الهدم مباشرة، السيدة القائدة كتعطي الإشارة ديال الأسرة المعنية بالأمر باش كتوجه اتجاه النطيرة باش كيتسلموا واحد الوراقة اللي عن يعني طريقها كيمشيو يدخلوا الشقة ديالهم كياخدوا السويرشات ديالهم. يعني كما كتشوفوا يعني حوار جميل كيدور بين السيدة القائدة وكذلك الأسرة المستفيدة. كما كتشوفوا معنا متشبعين الكرام، بعد ما قلنا لكم أول براكة رابت، فغادي ندوزو للبراكة الثانية من قلب ولاد مطاع الغربية. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، الإجراءات كترافق عملية الهدم. متابعينا الكرام، بعد ما دزنا البراكة الثانية غادي نمشيو نطلعو على البراكة الثالثة ونشوفو الأمور فين غادا. فالمي كازو غير مي كتحيدو كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، عملية الهدم متواصلة بقلب ولاد مطاع الغربية وتعليمات السيدة القائدة وتوجيه الأسر في عملية الهدم، شنو خاصو يريب شنو اللي خاصو يبقى. نتمنى الله الخير والتيسير للجميع. كما كتعرفوا معنا جميع في عملية الهدم كاينه في ولاد مطاع الغربية وكذلك سيدي محمد الشريف، العملية اللي كتشمل أزيد من 20 براكة. كما كتشوفوا معنا في مقدمة الركب السيدة القائدة باهية اللي صراحة واقفة على كل كبيرة وصغيرة وبالرفقة ديالها عون السلطة حنين، يعني اللي ضابط الأمور ديالو في ولاد مطاع الغربية. كذلك كنشوفوا حضور القوات المساعدة واللجنة، الكل منصف في اتجاه واحد اللي هو تتبع عملية الهدم خطوة بخطوة باش تدوز في أجواء جيدة.
وكما كيشوف الجميع فعملية الهدم إقبال كبير على عملية الهدم. الناس كتريب الأمور ديالها، كتمشي تاخد الورقات ديالها، كتسلم السويرشات ديالها في أجواء عادية جدا. الله يسخر الجميع والله يدخل عليهم السكن ديالهم يا ربي بالصحة والعافية والرزق. هادشي اللي كنتمناو، امور جميله كنشوفوها من السيده القائده، انها حتى ملي كيريب المعني بالامر هذا كدعمها واحد الدعوه ديال الخير. هذا امر جميل صراحه. بالنسبه لعمليه الهدم، ازيد من 20 براكه كما سبق وشرنا في تابع الملحقه الاداريه السادسه. فكما كتشوفوا معنا عملية الهدم غادي بواحد الطريقة جيدة، يعني حتى التفاعل ديال الساكنة من ناحية طريقة عملية الهدم فما كيخليوش الأمور اللي تخليهم معطلين أكثر. الله يسخر الأمور. بعد ما دزنا معكم البركة رقم 4، في هذا الأثناء غادي البركة رقم 5، وكما كتشوفوا العملية غادية بواحد السلاسة. الله يسخر الأمور. هذه إذا كان كيدل فهو كيدل على الانضباط والأمور، يعني التحضيرات الاستباقية ديال أعوان السلطة والسيدة القائدة اللجان المكلفة كذلك. فنتمنى من الله الخير. كما كتشوفوا معنا المتشبعين الكرام، بالضبط المكان اللي كانت واجدوا فيه هنا بالجنبات ديال المؤسسة اللي جات بجنب المسجد، دوار ولاد مطاع الغربية أو ولاد مطاع الغربية كما يحلو للبعض بالتسمية ديالو. فعملية الهدم متواصلة ديال البرارك، كنهضرو على البرارك، الموضوع اللي حنا فيه ما عندوش علاقة بالناس ديال الوداية. ناس الوداية استثناء بوحدهم، الملف ديالو بوحدو، غادي نرجعو ليه ان شاء الله فيما بعد. وحنا على الاشارة كما كتشوفو معنا متشبعينا الكرام، فالسيدة القائدة كتقرب من كل كبيرة وصغيرة، كتدخل المكان عملية الهدم كما كتوضح الصورة باش تعرف الأمور كيفاش غادا. إلى هنا متشبعينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.